السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إجراءات ميليشيات الحوثي بخصوص جباية الأموال ونهبها من المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأبعاد هذه الإجراءات على مستقبل المواطنة المتساوية وتجاوز مقررات الحوار الوطني والدستور اليمني. كشف برلماني مقرب من جماعة الحوثيين عن تعديل قانون الزكاة، حيث تعمل سلطات ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء على إقراره في مجلس النواب الخاضع لسيطرتها عبر فرض ما يسمى بالخمس على اليمنيين بشكل رسمي. ونشر النائب البرلماني أحمد سيف حاشد نص مادة للتعديل على قانون الزكاة طرحه الحوثيون عبر نواب موالين لهم أمام من تبقى من أعضاء مجلس النواب في مناطق سيطرتهم، ويتعلق بتعديل قانون الزكاة بما يضمن توريد ما نسبته 20% من الزكاة لصالح الجماعة ورموزها تحت مسمى الخمس. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن ميليشيات الحوثي من فرض الخمس على المجتمع الذي رفض الجبايات منذ الستينات؟ وماذا يمكن أن يقوم به المجتمع لمجابهة ما تقوم به الميليشيا اليوم في صنعاء؟ قبل النقاش نتابع التقرير. تطبيق الشريعة الإسلامية أم تعزيز قيم المواطنة المتساوية؟ جدلية عاشها اليمن في جميع مراحله السياسية بعد ثورة 26 من سبتمبر التي تجاوزت دهورا من القهر الاجتماعي وألغت عصورا سوداء كثيرة كان فيها انتهاك الحقوق ومصادرة الحريات سمة ثابتة، لعل أبرزها قتامة فرض ما يسمى بالخمس على المجتمع اليمني، وهي جباية كانت تأخذها دولة الإمامة تحت مسميات دينية عديدة. انتهى ذلك العصر وجاء عصر جديد، وقامت ثورات ودخل اليمن حوارا وطنيا جمع بين مختلف المكونات والأطياف السياسية والدينية، غير أن واقع الانقلاب الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي أعاد كل شيء إلى الوراء بعد أن أضعفت الدولة وطمست ملامحها وعاد المجتمع إلى الدهور الظلامية. في الجديد كشف برلماني مقرب من جماعة الحوثي عن تعديل قانون الزكاة، حيث تعمل سلطات الميليشيا على إقراره في مجلس النواب الذي تسيطر عليه منذ فجر الانقلاب لفرض زكاة الخمس على اليمنيين بشكل رسمي. البرلماني نشر في صفحته على الفيسبوك نص مادة تعديل على القانون بما يضمن توريد نسبة 20% من الزكاة لصالح الميليشيا ورموزها تحت مسمى الخمس. وبحسب برلمانيين فإن ميليشيا الحوثي تسعى إلى شرعنة الجبايات التي تفرضها على المواطنين منذ 3 سنوات، وذلك لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت انقلابها وتعزيز وضعها المالي الذي يتضخم على أنقاض الدولة. مجلس نواب صنعاء الذي أصبح يعقد جلساته بعدد ضئيل إما من النواب المحاصرين أو التابعين لجماعة الحوثي لم يعد يحمل أي شرعية وفقا لبرلمانيين، بينما تعجز السلطة الشرعية في المقابل عن عقد جلسة للبرلمان في العاصمة المؤقتة عدن. انفصام آخر إذن تعيشه ميليشيا الحوثي عن واقع الزمن المعاصر والتغيرات التي طالت المجتمع منذ الستينيات، وكأي جماعة مسلحة متشددة قد تنجح في عزل المجتمع عبر قبضتها العسكرية والأمنية، لكنها بعد ذلك تفقد سيطرتها ويعود المجتمع من جديد لمناهضة كل ما يسلب حقوقه وحرياته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع البرلماني السابق المحامي محمد ناجي علاو. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ محمد. ليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بفرض جبايات والمطالبة بالخمس، لكن هذه المرة تريد أن تشرعن هذه الجباية بما يسمى الخمس وتفرضه قانونا وتريد مجلس النواب التصديق عليه قانونيا. ما هو الإجراء أمام هكذا يعني جباية تريد أن تفرضها الميليشيا وتطبقها على اليمنيين؟ طيب تسمح لي في البداية أن أحييك وأحيي السادة المشاهدين، ولكن من ألفاظك أنت لديك خلط قانوني واضح، وأنت كمقدم بالتأكيد هذا الخلط شائع للأسف الشديد حتى بعد لدى بعض رجال القانون. أنت تقول تشرحن وتقنن الحركة ذاتها، استضفناك كي تفند لنا هذا الخلط. الحركة ذاتها وعملها غير شرعي وغير دستوري بالأساس، وكلما نجم من أعمالها بما في ذلك
إعادة الحياة لمجلس النواب أو ما يدعون بقايا أعضاء النواب الذي كانت قد قضت عليه وعلقت وألغت عمله، ولا يملك أي حد في الدنيا أن يلغي مؤسسة ثم يعيدها، خاصة مؤسسة منتخبة من أجل مآربه الخاصة. يعني الحكومة التي طلبت هذا القانون أو ما تريد أن تبصي عليه قانونية هي غير شرعية، رئيس المجلس غير شرعي، لأن الدستور اليمني يقول بأنه يرأس الدولة رئيس جمهورية ونائب هذا مجلس. المجلس ينعقد في ظل حراب الحوثيين الذي عادوا إليه الحياة بعد أن ألغوه. هذا المجلس أيضا عدده غير معروف، بالتالي النشأة بالأساس صنع في القانون معدومة مش باطلة. أستاذ محمد نعم أستاذ محمد معذرة على المقاطعة. نعم أستاذ محمد اسمح لي ومعذرة على المقاطعة، نحن لا شك أن نحن متفقون جميعا نحن وأنت وكل اليمنيين أنها يعني باطلة، ومجلس النواب حتى وإن صوت فهو قانون باطل. لكن أن تفرض يعني ما نريد أن نركز عليها اليوم هو محاولة الميليشيا شرعنت لكل ما تريد على الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها وباعتباره قانون عليهم، يعني ما الواجب على الناس في هذه المناطق؟ نعم. فرق بين كلمة باطلة ومعدومة، الباطل يصحح، الباطل مقدم من جهة قانونية لكن بطريقة خاطئة. نعم. يسمى بطلان يمكن تصحيحه أو بطلان مطلق. نعم. أما هؤلاء فلا ولاية لهم أصلا ولا ولاية لهذا الذي يدعون أنه مجلس في أن يفرض أي تشريعات على الناس. هؤلاء أيضا في قضية الخمس من حيث المبدأ حتى الإمامة لم تفرضه على الناس ولم يفرض حتى في التاريخ الإسلامي، وبالتالي المسألة التفسير الخاطئ للخمس على أنه للقربة والقربة هم قربة رسول الله هذا كلام غير صحيح، وللأسف الشديد وقع المسلمين في خلق كبير فيه، فبالتالي هذا تخصيص غير صحيح من حيث المبدأ، وللأسف الفقه التقليدي ما فيها السني وقع في هذه الخطيئة. الناحية الثانية الإمامة لم تفرضه، من قال أن الإمامة قننته أو كان موجودا على هذا الأساس؟ قالوا الركاز الكنز الذي اكتشف صدفة دون مجهود أو يعني أعباء يدفع للخزينة الدولة منه 5% أو لا. الغنائم. أما بالنسبة لهذا الموضوع فهو موضوع مبتدع، وهو موضوع يتصل بالفقه الجعفري بالأساس الذي يفرض الخمس على الناس، وهو ليس للزكاة، هو فوق الزكاة يعني، ويفرض أيضا على قضية إيش الثروات بما فيها النيز كما قالوا والحجار وما يخرج من البحر وما على. وبالتالي فالأساس أن الناس اليوم تقاتل الحوثي كحركة انقلابية غير مشروعة وطنيا وإقليميا ودوليا، كونهم يفرضوا أنفسهم على الناس القوة ويجبوا جبايات أو يصدروا ما يشاءوا من إفطارات هذه كلها لا قيمة لها شرعا ولا قانونا، وهي فقط تستخدم القوة الجبرية المجردة وتريد أن تدلس على الناس بهذه الأشكال التي مثل ما قلت شرعا. نعم. لا شرعا، عمل معدوم، عمل غير قويم، قضية الناس تفرض بالقوة تفرض بالقوة وبتنهب من الناس الآن مقابل الجهاد وما الجهاد وألف. نعم. وبالتالي فهذا عمل عبثي وإن شاء الله يعني لن يمر. نعم. طيب مستقبلا عما هم سيمررون. نعم. يعني هل يحل الرعية ملك من أمره شيئا؟ هل بقية أعضاء من النواب 40 أو 50 أو 60 يملكون تحت حراب الحوثيين من أمرهم شيئا؟ هذول أصلا دعوتهم وانعقادهم حتى باطل يعني، وشرعيتهم مستمدة من شرعية المبادرة الخليجية والتي تم الانقلاب عليها، وبالتالي لا شرعية لا للمجلس النواب ولا للمجلس السياسي ولا للحركة ولا لأي كلام يصدر على وعد. نعم. منهم تحت مسمى قانون. نعم بالتأكيد هي جهات انقلابية ولا يعترف بها، وما هو حاصل الآن من معركة لاستعادة الدولة هو في ظل يعني مقاتلة هذه الفكرة والقضاء عليها واستعادة الدولة. نعم ومؤسساتها. ابقى معي أستاذ محمد، اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث الكاتب والباحث ثابت الأحمدي. مرحبا بك أستاذ ثابت. مرحبا بك أخي الكريم وبالمشاهد العزيز أيضا. أهلا أستاذ ثابت، برأيك الميليشيا بدأت الآن تبحث عن طرق أخرى وهي بما يسمى الخمس وتحاول أن تفرضه على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، هل قد فقدت كل وسائلها وطرقها وبدأت تبحث عن
يعني طرق أخرى تحاول بإقناع الناس به من أجل دعمها في حربها ضد الدولة وضد اليمنيين؟ عزيزي، الميليشيات نفسها مفهوم باطل، الولاية نفسها مفهوم باطل، والانقلاب نفسه باطل. وهذه المسألة التي أثيرت مؤخرا والتي يحاولون تمريرها وهي الخمس مسألة باطلة ناتجة عن باطل أساسا. مسألة الخمس هي من الصيغ التاريخية التنظيرية التي بقيت قيد الكتب وقيد التنظير ولم تطبق على أرض الواقع حتى في عهد الدولة الفاطمية في مصر وحتى في عهد الإسماعيليين، وأيضا الإمامة الجارودية في اليمن بقيت حالة تنظيرية لم تطبق على أرض الواقع. مسألة الخمس هي من الثقافة الخمينية التي موجودة اليوم في إيران، ولا علاقة لها لا بتاريخ الإمامة ولا حتى بالفكر الإسلامي بشتيه السني والجارودي بالتحديد، أو يسمونه هم الزيدي. هذه اللصوصية جديدة، يريدون تقنين اللصوصية وتشريع اللصوصية بقوانين ولوائح ودساتير داخلية للاستيلاء أكثر ولإضفاء بعض المشروعية حد توهمهم ووهمهم، ولكن لن يكون ذلك أبدا. نعم. طيب الآن في يعني برأيك اليمنيون في هذه المناطق تحت ضغط التهديد والاعتقال من قبل الميليشيات، هل يمكن أن يخضعوا ويسلموا هذه الجباية للحوثيين؟ مهما طال الباغي مهما طال الظلم، الليل زائل، يعني لا يمكن على الإطلاق أن تدوم هذه الجماعة. قد يفرضون ما يفرضون لمدة زمنية ما، ولكن يعني صبر الشعوب صبر الشعب أبدا لن يطول، أبدا لن يطول مهما تغوّت هذه الجماعة لفسادها. مسألة الخمس كما أشرنا هي من الصيغة التاريخية، وهي من ثقافة ما قبل الدولة أيضا، حين كان الناس يهبون أيضا إلى المعارك وإلى القتال ثم يعودون ببعض الأسلاب كمكافآت شخصية من القائد من الرجل الأول من رجل الحرب الأول. أما اليوم فنحن في عصر الدولة المدنية، الدولة هي الضامنة للجميع والناس سواسيات بحكم النظام وبحكم القانون، ولا تمييز لأحد على أحد. نعم. طيب أستاذ محمد ناجي علاو، لا شك أن هناك العديد من الفقهاء العديد من العلماء يعني التابعين للميليشيا وغيرهم كانوا خلال الفترة الماضية وخلال سنوات وعشرات السنين وهم يعني دائما يروجون لهذه الفكرة بما يسمى الخمس، كيف يمكن إقناع بداية هؤلاء من ينصبون أنفسهم علماء وفقهاء ويعلمون الناس ويحاولون إقناعهم بهذه بما يسمى الخمس ويشرعون له؟ سيدي، طبعا في مشكلة في الفقه الإسلامي بشكل عام هي قضية الاجتهادة السابقة التي ما زالت اليوم تأخذ من بطون الكتب وتطبق على حاضر، كما قال الأستاذ عادل الأحمدي، نحن اليوم في دولة مدنية ضامنة لكل حقوق الناس بالتساوي، الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل والحق في الحرية والحق في التعبير والحق في الوظيفة العامة، وبالتالي لم يعد هناك ذلك التخصيص. وهي مثلا قضية كما قال لم تفرضها حتى الإمام بالشكل الذي يريد أن يفرضوها ويقننوها، وهناك تهويمات كثيرة في كتب الفقه السني والشيعي متصلة بقضية الاجتهاد الجزئي. لكن اليوم نحن في اجتهاد كلي لوظائف الدولة، ووظائف الدولة هنا الحديثة ويعني صارت هي الضامنة، وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه قرابة وشيء اسمه يتيم أو مسكين أو غيره. هؤلاء كلهم مضمونين بالضمان الاجتماعي بكفالة الدولة بحقهم في الحياة بالحد الأدنى من المعيشة، وبالتالي هؤلاء يعيشون تاريخا ويريدون أن يفرضوا علينا مثل ما يريدوا أن يعيدونا إلى قصة الولي الفقيه، وأننا لا نملك في حياتنا من أمرنا شيئا إلا من خلالهم دنيا ودين. وهذه حركة بالتأكيد لن تستطيع أن تستمر بهذا التفكير الذي يعاد التاريخ ويعاد المنطق ويعاد شرع الله الحمد. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني من خلال أنت اطلاعك وقربك ومعرفتك الشخصية بالعديد من أعضاء البرلمان في اليمن والذين لا زالوا الآن في مناطق سيطرة الميليشيا وربما تحت يعني ضغط التهديد، هل يعني يمررون لهم هذا القانون ويشرعون له أم لا؟ مع الأكيد بأن هذا هو باطل من الأساس، لكن نتحدث بالمجمل. السؤال لو افترضنا ان هذا المجلس شرعي وهو غير شرعي،
هو غير شرعي. أنا نفترض جدلا فقط. طيب نعم. نفترض جدلا، هل يملك إرادتهم الحرة في مواجهة ميليشيات قتلت زعيمهم زعيم الأغلبية لأنه خالفها؟ هؤلاء مسلوبي الإرادة مجبرين على البقاء، لا يملكون إلا أن يخالفوا الدستور والقانون والشرع دوما، بدلالة أنهم صوتوا لمجلس سياسي في الوقت الذي لا يوجد في الدستور الذي هو مناط عمل مجلس النواب شيء اسمه مجلس سياسي. لو عملوا عادوا كما يعني شكل آخر يتوافق مع الدستور يمكن يكون إلى حد ما له، ولو أنه لا مسوق. فبالتالي إذا كان عملوا مجلس سياسي فلا تستغرب أيضا أنهم يمرروا ما يشاء، أو حتى الكفر لو طلب منهم كفر يمرروا سيمرروا، ما في مشكلة. نعم سؤال. المكره رفع عن أمتي ثلاث: النسيان والخطأ وما استكروا عليه. هؤلاء تحت الجبر والإكراه لا يملكون من أمرهم شيئا، وبالتالي بغض النظر عن قضية أن عملهم معدوم، وأرجو أن تستخدموا كلمة غير قانوني معدوم، فأنهم أيضا ممكن يمروا ما شاء صاحب البندقية. نعم السؤال الأخير فقط أستاذ محمد، برأيك الآن يعني خيار اليمنيين الآن في هذه المناطق الخاضعة على سيطرة الميليشيا، إذا ما أصرت الميليشيا على تنفيذ هذا القانون ما هي؟ هل في هناك خيار متروك للناس؟ الناس تجبر اليوم على دفع الإثاوات والجباية بالقوة، لا خيار للناس إلا أن يقاوموا، والمقاومة عدمية، المقاومة الفردية عدمية، وبالتالي هم يأخذون من الناس بدون يعني هذا الكلام الذي يريد أن يمرروه، وبالتالي المناطق اللي صح تخضع تحت إرادتهم هذا ليس إلا مزيدا من تنفير الناس بحركتهم وتهيئة الحاضنة لقبول الجيش الوطني ولحسم يعني هذه المعركة إن شاء الله بالعودة إلى يمن مستقر وشراكة وطنية حقيقية بعيدا عن الاستعلاء الجهوي والسلالي ويعني الغصب بالقوة للحكم. أشكرك جزيل الشكر المحامي الأستاذ محمد ناجي علاو، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود للأستاذ أيضا ثابت الأحمدي من الرياض. أستاذ ثابت، الآن يعني فكرة الخمس من حيث يعني تفكير الميليشيا في هذه يعني نحن الآن في القرن 21 ولا زالوا يفكرون بهذه الطريقة، وبعد 60 عام من الثورة اليمنية التي ألغت كل هذه المسميات والتي حتى لم تقر مثل ما تحدث وتحدث الأستاذ محمد ناجي علاو حتى في عهد الإمامة. عزيزي، الفكرة النظرية الهدوية نفسها أو فكرة الإمامة الحوثية هي فكرة القرن الثالث أو الرابع الهجري، القرن الثالث الهجري تحديدا. هذه النظرية لا تزال كما وضعها الإمام الهادي يعني في 282 أو 284 لا تزال هي نفسها، وإلى هذا اليوم لم تتطور مطلقا ولن تتطور أصلا. ومسألة الخمس هو أيضا جزء منها، هي مسألة أيضا وضحت أو كانت في بطول الكتب وعجزت كل عصور التاريخ الإسلامي سابقة عن تنفيذها، لأنه أصلا ليس هناك جدوى منها، ولم نسمع حتى من نادى بتطبيقها، هي مجرد فكرة وضعت وانتهى الأمر، لا علاقة لها اليوم. أما اليوم ستكون حالة من الجنون وحالة من الهوس، لا علاقة لها بالدولة المدنية ولا بدولة النظام والقانون ولا بدولة المساواة بين الجميع، هي حالة من الهوس وحالة كما قلنا من تقنين اللصوصية بصورة أكثر، لا أقل يتسع لهذه الجماعة بعد أن يعني لاقت كثيرا من الضغط الشعبي. نعم أشكرك الأستاذ ثابت الأحمد الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ونشرك معنا في الحديث أيضا الكاتب والباحث الأستاذ زايد جابر، مرحبا بك أستاذ زايد. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ زايد. من الناحية الفكرية ومن خلال اطلاعك على هذه الأفكار التي تحاول ميليشيات الحوثي الترويجها وإقناعها للناس وتعليمها وتدريسها، يعني كيف تفكر هذه الجماعة بتمرير مثل هكذا قوانين وتريد أن تشرعنها في نحن في عصر التكنولوجيا، في عصر الدول الديمقراطية الدول المدنية التي لا تعترف أصلا بهذه الخزعبلات، ويعني التي لم تعد تنطلي على أي أحد؟ والله الحقيقة يعني أولا يجب أن نعترف أن كل ما يعني ما تقوم به الحركة الحوثية هو غير شرعي، يعني بغض النظر حتى لو كان ما تقوم به الآن حتى وهو تصرفات جيدة وقوانين جيدة لظلت مرفوضة باعتبار أن الحركة انقلابية وليس هناك
يعني وكل ما تقوم به باطل، لكن الحقيقة إثارة هذه مثل هذه القضية وهي تعلم جيدا ربما يعني لا يوجد حتى شرعية لمن تبقى من أعضاء مجلس النواب هناك ليصدروا مثل هذا القانون، لكن مجرد إثارة الجدل والنقاش حول هذا الموضوع وخاصة أنها تتجلب ناس محسوبين على أهل السنة ليتحدثوا عن هذه المواضيع وينبشوا في كتب التاريخ التي تتحدث عن إعطاء الهاشميين مثل هذا يعني الامتياز لترسيخ قضية الاصطفاء الإلهي وهو المشروع الذي تقوم عليها الحركة الحوثية وتقوم عليه حركة الإمامة تاريخيا. هم يريدون أن يؤكدوا أن لهم امتيازا وأن لهم فضلا، ومن القضايا التي تشبثوا بها هذا الوهم وهذا التفسير يعني المكذوب والمخطوء الخاطئ لقضية يعني الخمس واستنادهم إلى تأويل خاطئ لآية قرآنية يعني لقضية تجاوزها الخلفاء الراشدين أنفسهم في قضية خمس ذو القربى في قضية المعارك وقضية الغنيمة، مع أن موضوع الغنيمة بأسرها لم يعد لها وجود اليوم. الغنائم كانت في وقت لم يكن هناك جيوش نظامية وكان الناس يقاتلون، فإذا حصلوا على غنائم وزعوها فيما بينهم وأخرجوا خمسا كان يتصرف به القائد الذي كان في ذلك الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقسمه أخ خمسة أخماس بما فيها يأخذ له خمس ويعطي لأقاربه، فلما مات انتهى خمس المتعلق بالقرابة والمتعلق بالله والرسول وأضافوا لبيت المال. فلما تطورت الدولة انتهت قضية الخمس بالكامل. يعني إحياء مثل هذه الأفكار هي محاولة لترسيخ نظرية الاصطفاء الإلهي وإقناع الناس، أو على الأقل يكفيهم من ذلك، وإن لم يصدر قانون يكفيهم أن يناقشوا ويثيروا قضية أن لهم الحق في الخمس وأن هناك تمييز وتفضيل لهم بهذا الجانب، وإلا على الواقع العملي فقد أخذوا ليت الخمس، لم يبقوا حتى خمسا للشعب، لقد أخذوا أربعة أخماس وتراثهم الهادوي النظري والعملي يؤكد ذلك. فالأئمة الهادوية لم يكونوا يأخذون الخمس أصلا، لأنهم يرجبون في تراثهم أن للمقاتل أن للإمام أن يأخذ ما هو أكثر من الثلث لدعم المجاهدين، بل حتى الزكاة التي حدد الله سبحانه وتعالى مصارفها بآية صريحة وواضحة، يقولون في فتاوى مشهورة لهم أن الإمام أن الأمر موكول للإمام وأن ليس للفقراء والمساكين حاجة إذا كان ذلك سيؤثر على المجاهدين، وهذه فتاوى للإمام الهادي ولعبد الله بن حمزة ونفذوها عمليا. أي أن مصارف الزكاة كلها تصب في تموين المقاتلين الذين يسمونهم المجاهدين، وهذا ما نفذوه عمليا، وله حق أن يفرض ما يسموها ضيافة مجاهد وتمويل المجاهدين وشراء السلاح وما إلى ذلك. واليوم حتى في قضية الاحتفالات يفرضون على التجار ويأخذون أموال الدولة وأموال القطاع الخاص وغيرها يعني عمليا وليسوا بحاجة إلى قوانين، هم يرون أنفسهم فوق القانون أصلا، ولكنهم يريدون أن يقولوا أيضا أن هذه قضايا مجمع عليها عند الناس، وبذلك يحاولوا ترسيخ نظريتهم العنصرية. نعم، هذه القضايا التي هم يعني يعتقدون بأنها أصبحت مسلم بها من الجميع، وللأسف الشديد ربما ظلت حتى تدرس المناهج اليمنية. الآن دور التربية والتعليم، دور المفكرين، دور الكتاب في تغيير هذه النظرية ويعني إبطالها وعدم صحتها. يعني الحقيقة طبعا أنا قلتها دائما أنه هؤلاء خاصة العلماء والدعاة ممن يحسبون أنفسهم أنهم يقفون ضد الحوثي ويروجون لمثل هذه المداخل والمنافذ التي ينفذ منها الفكر العنصري بقضية إعطاء الأفضلية، أنا أقول عليهم أن يتقوا الله في، لا أقول في الشعب، في الدعوة أقل شيء، في الإسلام الذي شوهوا صورته. هناك شباب الآن بعضهم بدأ يعني يقول لا نريد الإسلام إذا كان هكذا. أما بالنسبة للشعب فقد حسم أمره وخياره، لا يمكن أن يعود لا برأي يعني يتبع رأي فقيه، لا سني ولا شيعي ولا زيدي، ولا هو معني بمثل هذه الترهات التي أنتجتها العصبية القبلية ولا علاقة لها بعدالة الإسلام وبقيمه ومبادئه. يعني بني هاشم كما قال شهيدنا العظيم أبو الأحرار محمد محمود الزبيري، وبنو هاشم أخوة لنا غير أسياد علينا في عنصر أو مزية، فالمزايا للشعب للبعض دون البعض ثم الأخوة القومية. يعني هذه ليس هناك خطر عليهم مثل ما هو دعاوى الامتياز والتفضيل.
أخوة لنا غير أسياد علينا، أرضنا حميرية العرق ليست أرض زيدية ولا شافعية، نحن لسنا معنيين بهذا التراث البائس الذي أنتج لنا هذه الحركة العصبوية الإرهابية العنصرية. وإن كنا اليوم نحن نحارب على جبهتين، جبهة الفكر وجبهة السلاح، نحن بحاجة أو يعني كأولوية إلى نزع سلاح هذه الجماعة لمنع فرضها، لأنها تفرض فكرها العنصري بالقوة. فإذا ما سقط سلاحها من السهل بعد ذلك، يعني عندما تسلط أفكار الحرية وتسلط على الأفكار العنصرية النقد العلمي والموضوعي، أعتقد أنها تتلاشى، لأنها تقف ضد فطرة الإنسان وضد قيم العصر وضد قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث الأستاذ زايد جابر، كنت معنا من الرياض، والشكر أيضا للمحامي وعضو البرلمان السابق الأستاذ محمد ناجي علاو، وكذلك للكاتب والباحث ثابت الأحمدي. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معداد الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.